أنا بنت دبي وأشتغل في مجال السياحة. أنا منتجة أفلام. يوم كنت صغيرة كنت وايد يعني أحلم أني أسافر بلدان كثيرة وأتعرف على ناس وأوادم وأشوف طريقة حياتهم، كيف يأكلون، كيف يمشون، كيف يسيرون، كيف يفكرون. حتى كنت وايد 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 يوم أنا صغيرة أحب أشوف أفلام عن أماكن كثيرة وديستنيشنز ثانية. كنت دائما أقول يا ربي أبا يعني يوم أكبر أبا أسافر، أبا أشوف، أبا أتعرف على الناس، أبا أكل أكلهم، أعيش حياتهم وياهم وأشوف نظرتهم للحياة. فهالشي ربط بحبي للسياحة. وطبعا ديرتي يعني وايد اعرفها عدل يعني فقدرت اني اراوي الاماكن الحلوه مع القصص الحلوه اللي وراها. كل مكان له قصه وكل مكان له الاوادم اللي يعني اللي موجودين فيها عشان يحسنونه، عشان يطورونه، عشان يكون في شيء اكسترا انه ليش الواحد يبى يزور هالمكان. طبعا في قصه، طبعا في ناس وراهم. فحبيت اني ادخل في مجال السياحه واتعمق فيه، اجيب قصص اوادم مختلفين، لان الحمد لله انا قدرت اسافر لعده دول واتعرف على وايدين ولغات ثانيه، فقدرت اني اطور من مهاراتي وابين على الشاشه. بديت كمنتجة أفلام في أبوظبي وتركت دبي وصرت أبوظبي كمدينة جديدة وبديت من الصفر وأنتجت أشياء وايد حلوة، من ضمنها أفلام وثائقية، أفلام قصيرة، أفلام طويلة، ويعني بعد دعايات. أنا وايد فخورة وإن قدرت أحصل على فرصة إني أقدر أنتج فيها أشياء حلوة عن بلادي وأروج عن بلادي وأراوي يعني الأماكن الحلوة اللي عندنا إياها والأوادم اللي ساكنين يعني في بلادنا، كيف قدروا إنه يطورون المكان. القصص اللي موجودة عندنا وايد يعني إذا الواحد شوي يتعمق في المكان بيلاقي إن يعني عندنا أشياء كثيرة، عندنا أماكن، عندنا كوادر يعني كوادر إنسانية. دائما الناس يسألوني ليش ما استويتي مخرجة، يعني شو الفرق بين المنتجة والمخرجة، يعني ليش؟ أقولهم طبعا الإخراج شيء ثاني والإنتاج شيء ثاني. الإنتاج عبارة عن إن الواحد يأخذ مشروع وينفذه من كل النواحي، من ناحية بودجيتينج، من ناحية القصة اللي بيسويها، يعني شو الهدف من هالفيلم، شو الهدف من القصة هذه، وين المكان اللي بنصوره، ومن وين بنجيب الميزانية، يعني كل هالأشياء هاي كلها. فأنا يعني شخصيا إنسانة وايد مرتبة ويعني حياتي كلها على الكالندر، فهالشيء وايد ساعدني أني أكون منتجة. أنا كمنتجة جتني فرصة وفكرة، قلت ليش ما استوي مرشدة سياحية، يعني دائما أزور هالأماكن الحلوة، عندي أكسس لهالأماكن، ليش ما أخذ مجموعة ناس وأوديهم على المكان ووايد يشبه الإنتاج، يعني عندنا قصة، عندنا شيء، بس في الوقت اللي يعني الحاضر في يعني قدام الأوادم إن نشرح عن المكان أو نروج عن المكان في مكانه يعني. فقلت ليش لا، أبغى أوصل رسالة لكل بنات الإماراتيات، أباكم لا تحاتون ولا تفكرون ولا تشلون هم. إذا عندكم إمكانية أن تربطون الشيء اللي أنتم تحبونه وشغفكم بشغلكم سووا، لأن بتبدعون يعني بتبدعون بطريقة ما توقعتوا أن أنتم أصلا عندكم هالإمكانية. ما في شيء مستحيل، الواحد يقدر ياخذ مصيره بيده ويصنع اللي يبغاه وكل شيء يقدر يتحقق. أنا نورة بن ساحلي.